لكن فما حاجة نحب ماذا بيا أنيس اللي توا توا بطل كورة وعنده الفكرة تؤمن. وأنه أولا عندي سؤال الأولاني لأنيس يزمنا نعترف أخويا حيدر وأنه لعبنا معاه لو شامبيون دافريك يفوديد شو وما تنساش اللي أنت ما تنساش اللي أنت لعبت دومي فينال كوب دافريك. هاني جيك يا هاني جيك ماكش خرجت من تورول وتلعب مع الشامبيون هما 27 فيكتوار كونسيكوتيف يفوديد لا فيريتي إيكيب أقوى منك. علاش اللوم أنا منظرك بيا وقت اللي تلعب ضد الجزيرية لو ناخذوهم انديفيديالمون يا أنيس سيرتو لاتاك فيها محرز وفيها البلايل وفيها سيسمو لافونسونتر اللي كان في الليتوال والكل خويا بغداد اون دوا كومباري ليفيكتيف سور لو بلان انديفيديوال اي سور لو بلان كوليكتيف. دونك اذا انا باش نلعب ضد ايكيب اقوى مني كوليكتيفمون التحضير احسن منا الماتش خذوه بكل جدية احسن منا لا بريباراسيون تاع المدرب تاع الجزيرية عمل بريباراسيون خارق العادة غير البريباراسيون تاعنا احنا توا داخلين نجربوا لا ما نجربوش نلعبوا هاد الطفل الصغير نعطيوه شو ما هي هذيك المشكلة اللي احنا نلعبوا معناش احنا بيدنا توا حرنا يا احنا كمشجعين حايرين نلعبوا امام اون ناسيون منظمه قاعدين يعرفوا شو يعملوا منتخب قوي منتخب قوي جدا نشوف الملاعبيه الكل كومبيتيتيف الملاعبيه الكل معناها عندهم قوه جسمانيه تكنيكمون يسون بيان فيزيكمون اللاعبين والمنتخب كامل ككل متوازن شفنا وقت اللي الفريق الجزائري ما عندوش الكره تشوف الناس كل ترجع عندهم بلوك ديفونسيف على مستوى متوسط شفنا كي تبدا عندهم الكره خروج من الحرس المرمى حتى المدافع للوسط إلى الهجوم شفنا تجديدات من البعيد شفنا تمريرات قصيرة تمريرات طويلة شفنا الأظهر نتاع المنتخب الجزائري قاعدين يعاونوا في الهجوم. سي جمال أنا باش ننطلق من فكرة الميزان الفني للقوى غير متكافئ بالبرة لا بالانس تكنيك دي دو زيكيب اني با ايكيليبري بالفرنساوي يقولوا هنا لأنه شفنا المنتخب الجزائري يستمد قوته من مهارات اللاعبين نتاعو وحتى من حسن انتشار وحتى على مستوى التكتيكي خاصة في اللي ترانزيسيون بتاعه الانتقالات من الهجوم للدفاع والعكس بالعكس بالعدد الكافي ثم أيضا على مستوى التغطية ثم قراءة ثم انتسيباسيون خلينا ساعة خلينا ساعة قبل كل شيء وباش نزيد نخوضوا في تحليل أكثر اليوم نحكيو على هزيمة في ماتش أميكال ونحكيو على ماتش أميكال وما نحكيوش على معناها نهاية العالم أوكي لكن ديما نحن مشكلتنا يا خويا فما الربح والخسارة مشكلتنا تيلعب وخسر ألعب أعمل بريستاسيون باهية وأخسر ما يقلقش لأنه فما الخسارة في الكورة كما فما الربح. اليوم وليد منتخبات العالم الكل عندها تشكيلة مثالية وعنده ثلاثة أربعة متاع لي شونجمون الناس كل معناها تشوف ألمانيا تلقاها لانجلتير تلقاها بلجيكا تلقاها فرنسا تلقاها منتخب حتى في المنتخبات حتى في الجزائر بيدا اللي لعبنا معاها البارح بارابور لآخر ماتش مع مالي عمل زوز ثلاث تغييرات فقط إلا المنتخب التونسي تستنى تشكيلة كل ماتش الكل تاع في المية اليوم رجعنا للبوان زيرو البوان دو ديبار اللي ما عندكش جمعية تعمل عليها الحقيقة تفضل وليد باي حيدر انا ملي نلعب في الكوره للي بطلت للي دخلت للراديو وانا نقول فيه الموضوع نتاع لوساتور هذا ممكن برشا ناس مش فاهمه اش معناها اوساتور لوساتور معناها ليكيب دالجيري معناها ليكيب ناسيونال نتاع الجزائر البارح اللي مش بالجروب هذا برك ارجع ل 2010 تلقاه عنده ايكيب واضحه بعنتر يحيى بوقره بكريم زياني وكذا وما يتبدلوش ومن بعد عنده نتاع حليش ومراد مجني وغزال وكالمطمور يعني ديما فما كيما احنا كان عندنا 2004 معناها فما ايكيب وواضحه ونعرفوا معناتها شكون باش يلعب يتبدل ديسبوزيتيف لكن فما اوساتور اليوم فما جوارات خلينا ساعه نبداو من الحاجه الاولى اللي راي تزاير راي اقوى من هذا ما يمنعش هذا ما يمنعش اللي احنا البارح كنا نهبطوا باستراتيجي دو جو يعني مغايره وبلاعبين اخرين في كلكو بوست نكونوا خير ولا بروفوني معناها دوزيام ميتون تحسن شويه المردود اما خسرنا اون ميتون راهو تعرف اش معناتها راهو وقت اللي هما لي شونجمون ياكدوا كلامك باللي صار واه بربي يا حيدر حاجه برك راهو البارح راهو تزاير راك تتحكم في اللعب وقت اللي تحب تبريسينا رانا ما نخرجوش وكي تحب تخلينا راهو ما يجيش راهو كوميم معناها واحد انا تونسي نتفرج البارح في ليكيب ناسيونال تاع بلادي حسيت روحي معناها في موقف محرج معناها راني متفرج يا خويا مانيش راهو ما يجيش لا تك بلاسي
ما شفناش لا بلاسي لا رابيد لا ترانزيسيون كذا ما فماش افكار في التيران ما فماش افكار اكيد فما 11 جوار يكركروا في الكوره وكاو ماذا بين نشوف كيب يا خويا اي ما زاد نعطي لكل واحد حقه فما كلام اخر يقول لك خويا هذاك اش عندك من لاعبيه كي تقارنهم مع الجزائر هذاك اش عندك وهذاك هذاك جهدك وين يوصلك تعليق على الفكره هذه الملاعبيه انا ما قلت شنو نعمل بروجي نتاع مدرب الملاعبيه هذوما انا نجم نعمل بهم بريستاسيون خير ما عملتها البارح هي المشكله التوظيف راهي الاكثر لا اقل هما اللي بروفيل هذوكم هما كما قال هو في تصريح لي رياض محرز قال لاتليكو مدريد المنتخب التونسي هو ما كذبش خاطر عندنا بلوك مزيان لكن البارح اللي ما مشاش هي ترانزيسيون من الدفاع للهجوم اون بليس وقت اللي عملوا لنا ضغط لقينا ديفيكولتي التالي انا البارح زيد فما شونجمون اخر يطرح نفسه خروج برون ومعناتها وجود مريح في وسط التشكيله مريح البارح بالنسبه لي انا مع احترامي مريح سيفري معناتها عنصر ثابت لكن البارح اوت كنت اتمنى يدخل الطالب يعطي فرصه اكثر شوف المنتخب ما فيهوش مجامله ما تجملش اللي يستحق يلعب يلعب تحاول تكون عندك كاريزما تحاول تتصرف يا مانيس راهو البارح ما تسمحني قصيت عليك البارح راهو ديلان هو اللي تعدى راهو اكوتيديو ماتش ياسين خاطر كي تخلي الطالب من بعد تحسن شويه ولا فهم يعني ديلان البارح هو راهو عنده دي كاليتي وانا يعجبني معناتها سوليد اما البارح لي باس معناها على الادفيرسير كذا عمل برشا غلط شفتوه في الهدف الاول تو نحكيو عليه شنو نجم نقولوا في انتظار مقابله مالي اللي بالك تتصلح فيها حاجه المنتخب المالي نجم يكون اصعب من المنتخب الجزائري نجم يزيد يعطينا درس كروي نجم يعطينا درس كروي اخر لكن شوف حايدر المشكل اللي صار البارح انه تمنيت منظر الكبير ياخذ الامور بكل جديه ويتعامل مع مباراه الجزائر ديربي مغاربي ماهوش مباراه وديه يتعامل معها بتوظيف اللاعبين هو ما تعامل معها ما تشوف في سير على كلاس منتخب التونسي لا الجزائر الجزائر انت تشوف تصريحات البارح قال البارح بالماضي قال جينا على ثلاثه نقاط وجينا واخذيناهم يعني ورا لونفي ورا كومبورتمون جوار لاكريسيفيتي شوف وليد البارح طلع لك القدام بريسيك عمل كل شيء بالماضي البارح انا حشمت موجود في التيران نشوف انا للامانه معناتها تحشم من نجمو نلعبو دو باس سكسيسيف ورا بعضهم والترانزيسيون الجمله لا لقطه الهدف معناها في نيفو كيما كيكا معناها نحكيو على منتخب تحكي على البونتو الثاني كفرون البونتو الكفرون البونتو الاول مش على الثاني الثاني حكينا فيه في الاوف وما عندناش برشا وقت اما البونتو الاول راهو 10 ملاعبيه نتاعنا ورا الكره وهما كان عندهم 6 جوار 3 التالي 7 ملاعبيه وقت اللي جمال بالعمري غزر من الاول عطاه معناتها ديريكسيون تاع بدنه الشير رياض محرز ومن بعد كي شاف لابيل نتاع البليلي عطاه معناتها اون باس لونغ ديجا تايمينغ غال تاع ديلان برون فماش كوفرتور وشوف الكومبورتمون تاع اللي شعره طويل الدومي هذاك اللي دخل ملا ملاعب اللي في بلاصه غديورا وفي بلاصه اسماعيل جديد الزوز لي دو روليور نتاعهم تشوف سبرينت اللي عملوه باش يخلطوا على الفريق وليد لوتوماتيزم اسمه جمعيه تلعب ديما مع بعضها واحنا عندنا مده تو ما لعبناش بالكيب تيب لهنا يلزموا يرجعوا روحهم ان شاء الله نشوفوا ايكيب ناسيونال احسن من هكا